السلام عليكم الإخوان، بخير هانيين، كل شيء لاباس. أتمنى كل شيء يكون بخير وعلى خير. اليوم جينا نقدم لكم واحد الدراجة اللي غنية على التعريف، الدراجة اللي كلاسيكية بمواصفات إيطالية، كابوتشينو إس والكابوتشينو نورمالي. قبل من ما نبداو، ديروا أبوني وديروا لايك وخليو لنا كومنتير، ان شاء الله يوصلكم ديما الجديد ان شاء الله. دونك نبداو على بركة الله. بالنسبة للكابوتشينو اس، بالنسبة للكابوتشينو اس الاخوان، راه بدلو ليها الزواقة ديال هاد الجنطة هادي، باش تجي على هاد الشكل هذا، تيجيو فيها هادوك الفرافر، يعطي فيها منظر زوين. بالنسبة الكارت بو ديالها تيجي على هاد الطريقة هادي، كبير، يعني فيها بلاستيك ABS، يعني بلاستيك لي صحيح أونفيني. بالنسبة تيكون فيها فران ديسك القدام صغير. بالنسبة للإخوان، السينيالات ديالها تيجيو على هاد الطريقة هادي، يعني في هاد الكابوتشينو اس بدلو ليها السينيالات. بالنسبة للكابوتشينو نورمال، يعني تيشعلو وحديتهم هنا، وهذا تيجي ليد، يعني تيجي فيوز باش يكون شاعل الموتور. انا نوريكم الطريقة. بالنسبة لهنايا راح حيدو ليها هذاك الليد اللي كان، ردوه ليها كرومي طالع بحال هكا، تيجي هاد الكرومي داير على الكاريناج القدامي كامل، يعني على هذا الشكل هذا، تعطي واحد المناظر اللي زوين، تجي على هذا الشكل هذا، تجي هاد الطبعة هادي ديال الكابوتشينو اس، تجي زوينة. بالنسبة للبارابول، راه دارو ليها هاد البارابول، هاد لوبتيك هذا، اللي تيشعلو فيه هاد ليليد واحد المناظر اللي زوين. بالنسبة راه فيه تاول في الفار والكود، تجي تيضوي مزيان في الليل. تيجي هاد السيركل هذا تا هو كرومي، تا هو اللي تيعطي واحد المناظر، واحد الجماليه زوينه. بالنسبه للباربريز ديالها، راه تيجي على هاد الشكل هذا كلاسيكي وصحيح، لي سيبور ديالو يعني تيطاكي على حساب البرد والريح، تيطاكي شويه على الصدر. دونك نوريكم الطريقة، الشكل ديال الفيروج البارابول الأمامي. تيشعل على حساب هاد الطريقة هاذي، كاين فيه فار بالنسبة هادو ماليلي تيشعلو، تيجيو على هاد الشكل هدا، تيعطي واحد المنظر لي زوين. نوريكم بالنسبة للسينيالات، تيشعلو هكدا، فيه واحد اللوك لي زوين تبارك الله. تيشعل في هاد الليل هدا تا هو في الجنب، هو اللي تيعطي واحد المنظر اللي تا هو زوين. بالنسبة للفيروج اللوراني، هو تيشعل على هاد الطريقة هادي. هو فيروج الشمبة اللي هدا، هو الكونتور ديالو ديجيتال، يعني فيه هنا كيلومتراج، فيه العبار ديال الكيلومتر شحال تمشيتي، سبا رونفلاج، سبا ليسونس. بالنسبة راه فيه واحد شي كوفر هنايا، ممكن راه فيه بور يو اس بي، ممكن تشارجي التليفون ديالك ولا شي حاجة، ولا تخبي وريقات.
بالنسبة لي بوتون ديالو هنايا راه كاين هذا ديال التيتريس، ممكن تشعل السينيالات بربعة في الكوب كورون يعني باش في الموتور بلا كونتاكت. في بالنسبة للفارو الكود، في السينيالات، في الكلاكسون، في البوتون ديال الديماراج. بالنسبة للمرايات ديالو تيجيو على هذا الشكل، هذا دايرين في النوار كلاسيكيين، تعطيو واحد المنظر تا هما اللي زوين. بالنسبه للبوز بي ديالو راه تيجي تيتحل بهذه الطريقه، هذه تيتحشى هنا، تبارك عليه تيتحشى. دونك في بيكي ديال الجان. بالنسبه للماكينه ديالو راه ماكينه 50، يعني ممكن تبريباري الا بغيتي تردا 80 ولا 100، تزيد تعاون بالنسبه للديبار وبالنسبه لجوج الناس وبالنسبه للعقبه، تولي موتور مرون فورسي فهمتي. بالنسبه لهاد الميتر زعما بالنسبه للمدينه راه مخير ومريح في الركبه ديالو، فيه كوسان تبارك الله اللي كبير، يعني بنادم الا كان زعما غليظ شي شويه يعني يركب مريح مرتاح. يعني بالنسبه لهاد الكابوتشينو اس راه داروا ليها هاد الكوسان هذا اللي تيجي على هاد الزواقه هادي، حساب فيه بدلوا ليه الطرزه بالنسبه للكابوتشينو نورمال، يعني داروا ليها الطرزه اللي محفوره هكا فيها هاد السنطات بويض، يعني تعطي واحد المنظر اللي زوين. بالنسبه للباليزه ديالها راه تاتي معاها حساب اللون ديال الموتور. بالنسبه الفران ديال اللور فيها راه طنبور، يعني نوريكم، يعني ماشي ديسك، فران طنبور لور والقدام راه ديسك. بالنسبه للشاكمه ديالها راه تجي على هذا الشكل، هذا اللي واحد المنظر اللي زوين وكلاسيكي. يعني متر اخوان راه معروف في السوق وزوين بالنسبه للشكل ديالو، اونفيني بالنسبه للبلاستيك ديالو، فيه منظر زوين. بالنسبه دابا ندوزو للكابوتشينو نورمال. بالنسبه للكابوتشينو نورمال راه يعني خلاو ليها هاد الليد هذا اللي تيجي تيشعل، نوريكم الطريقه كيفاش تيشعل. يعني هي جايه كلاسيكيه، ما فيهاش قوه الزواق بزاف ولا شي حاجه، يعني ما فيهاش هاد الكروماج اللي تيجي بالجنب هنايا بحالو بحال الكابوتشينو اس. بالنسبه للسينيالات ديالها راه ليد نورمال، تيجي على هاد الشكل هذا. بالنسبه تجي هاد طبعا الكابوتشينو على هاد الشكل هذا. بالنسبه للجوان ديالو تيجيو على هاد الطريقه هادي هاد الشكل. بالنسبه لهاد 2022 كابوتشينو راه بدلو ليها البنوات، يعني داروهم ليها بنوات، زادوهم هاد الزواقه هادي اللي بيضاء، بنوات سي اس تي، حاجه مزيانه. بالنسبه للاوبتيك ديالها راه اوبتيك خلاو ليها نورمال، في بولا كود فار يعني اش 4. نجي نوريكم الطريقه كيف تاهو تيشعل الشكل ديالو تاهو، يعني فيها بار بريز هي بحالها بحال الكابوتشينو اس، يعني بار بريز اللي صحيحه، يعني فيهم نفس المعايير نفس كونتور تاهو هو الطريقه ديالو كيفاش تيشعل. انا ممكن تبدل ليه اللون الا بغيتي تبدلو، دابا كاين هاد الالوان ممكن تبدلو الخضار، ممكن تبدلو فيه بزاف د الالوان الحمار فهمتي. حتى هو عندو كوفر هنايا الا بغيتي تبي ورقات تشارجي التليفون ديالك، حتى هو في بور يو اس بي هنا. بالنسبة لي بوطون راهم بحال بحال، عندهم نفس البوطونات. نوريكم طريقة كيفاش تشعل. الشكل ديالو يعني
تيجي هاد الليد هذا شاعل، السينيالات تيجيو بهذا الشكل هذا. هو فيه ديسك قدام، هو عندو هاد لي بوست بي نفس الطريقة. تخلو تسدو تيجي هاد الليد هذا شاعل، تاهو تيجي يعطي واحد الميضر زوين، تاهو نفس الشادمة نصبا الكوسان ديال الكابوتشينو نورمال، يعني مغير بالنسبة للزواقة ديالو بالنسبة للكابوتشينو اس. يعني هنا جاي سامبل، هنا راه دارو ليه هاد الزواقة هادي عكس الكابوتشينو اس. شوف شتي الشكل ديالها كيف داير، يعني موتور تبارك الله زوين ونفيني. بالنسبة تا هو الفران راه فيه تا هو طومبور، يعني ماشي ديسك. بالنسبة للماكينة تا هو راه فيه ماكينة 50، يعني ممكن تا هو كيف قلت لكم تبريباريو على 80 ولا 100، تيولي موتور مرونفورسي شوية. يعني ها الإخوان موتور زوين تبارك الله. بالنسبة للقطع الغيار ديالو راه متوفرين كاملين، يعني الكاريناج ديالو اللي بغيتي فيها اي حاجه راه كاينه متوفره عند الشركه ديالهم جنين اللي معروفه. بالنسبه للوينات راه موجودين متوفرين، في بالنسبه للكابوتشينو ولا الكابوتشينو اس كاين جميع الالوان ديالهم. بالنسبه للسرعه ديالو راه تيمشي ما بين 65 حتى 70 على حسب الروداج. جي نوريكم واحد اللوينات كيف دايرين. كاين مثلا هاد الزرق مات بلو نوي تبارك الله زوين، في واحد المنظر لي خطير. تيجي نشوف مع هاديك الزواقة بيضة دايرة. كاين هاد النوار تا هو شوف تبارك الله موتور. كاين هاد الكريناردو، كاين الزرق، كاين تبارك الله شوف ديك دم الغزال كرونا مات، يعني تبارك الله ميتر زوين تبارك الله. هادشي اللي كاين الاخوان بالنسبة هاد الموتور هذا، راه يعني معروف في السوق. بالنسبة ان شاء الله راه غادي يكون الجديد ان شاء الله جاي، ان شاء الله يكونوا شي تغييرات عاوتاني جايين ان شاء الله جدادين. وهادشي اللي كاين الاخوان، ما تنساوش ديروا ابوني، تخليو لنا كومونتير وديروا لايك. والمحل راه معروف، حنا تنتواجدوا في الرباط في ديور الجامع شارع الحسن الثاني حدا ستاسيون بيتروم. غنخلي لكم النمره ديالنا، اللي خاصه شي حاجه يتصل بينا. ومرحبا بكم الاخوان، وتهلاو.